اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلت لكم قبل الفاصل عندنا خبر كويس وحلو هيسعد جمهور النادي الاهلي بعد الفاصل. طبعا فريق 16 سنه في كره السله بقياده الكابتن اسلام الكيلاني المدير الفني، وهو احد اكفأ المديرين الفنيين الحقيقه في قطاع الناشئين كله. وبفكركم ان هذا الفريق فاز ببطوله المرتبط مع الفريق الاول في الشتاء اللي فات، وكان احد الداعمين وبقوه للفريق بنتائجه طبعا، لانه طبعا كل ما بيكسب وكل ما بيأدي اداء احسن بيكون مع الدرجه الاولى اداؤه احسن. الفريق فاز النهارده على الزمالك فرق 27 نقطه 87-60. المباراه اقيمت على صاله الشارقه الدخان، لعبنا ثلاث مباريات، فزنا على الزمالك وسموحه، خسرنا مع سبورتنج. كان لازم يكون معنا كابتن اسلام الكيلاني عشان نعرف كمان الماتشين الجايين هنعمل فيهم ايه. اهلا بيك يا كابتن اسلام. اهلا بيك يا كابتن هيثم، ازي حضرتك عامل ايه؟ الف مبروك الفوز النهارده، يمكن خطوه نحو البطوله. والله الحمد لله، بطوله النهارده كان مهم لان البطوله دي اصلا بطوله قويه جدا لاول مره، يعني من فتره طويله في النهائيات تلاقي الست فرق اللي هم المفترض ان هم اكبر فرق في مصر، اهلي، زمالك، جزيره، اتحاد، سبورتنج سموحه، بيشاركوا في البطوله في الفاينل يعني. صحيح. فمن فتره طويله ما حصلش ان الست فرق دول في الفاينل. فالماتشات كلها صعبه جدا. احنا الحمد لله اول يوم لعبنا سموحه وقدرنا نكسب حوالي فرق 16 بونت. ثاني ماتش ربنا ما وفقناش، كان عندنا دي اوف في اكثر من لعيب، خسرنا من سبورتنج. فكان ماتش الزمالك النهارده ماتش مهم جدا ان احنا نقدر نرجع تاني، لان انت عارف البطوله لما يكون الفرق متساويه او الفرق كلها قويه وارد جدا ان كل الفرق تكسب بعض، وده اللي حصل تقريبا. ان احنا النهارده اهو في اربع فرق متساويه في نفس النقاط، وممكن التساوي ده يفضل لاخر يوم، ممكن يفضل اربع فرق متساويين او ثلاث فرق حسب نتائج الماتشات، اللي هو ما حدش قادر يتوقع ايه هي النتائج اللي جايه. فكان ماتش النهارده مهم جدا ان احنا نرجع بعد خساره ماتش سبورتنج. ما وقفناش كتير عند ماتش سبورتنج امبارح لان كان امبارح وعلى طول ثاني يوم بنلعب الساعه 2. فكان حصل شويه هزه في الاول كده والجيم ده يا كابتن اسلام ده وارد جدا، خلي بالك يعني سن 16 سنه اللاعب لسه طالع من البراعم، ولسه اللاعب يعني مستواه مش ثابت. بس خليني اقول حاجه ومعلومه حضرتك قلتها لنا ودي اللي تهمنا، ان كل الفرق دلوقتي خسرانه ماتش، يعني في اربع فرق خسرانه مباراه، وبتهيألي انت فاضل لك الاتحاد والجزيره، فانت ان شاء الله مطالب انت تاخد البطوله تكسب الفرقتين دول. فاذا كسبت الفرقتين دول بتهيألي ممكن نروح على ماتش فيصل مع فرقه ثانيه اللي هي الرابعه بقى، صح ولا انا كلامي غلط؟ لا كلام حضرتك مظبوط، يعني كل الاحتمالات واضحه ان ممكن يتلعب ماتش فاصل، ان ممكن لو ربنا كرمنا بالماتشين وحصل النتائج مشيت لصالحنا في الفرق الثانيه ممكن ناخد البطوله في اخر يوم، ممكن ماتش فاصل، ممكن دوره ثلاثيه، يعني كل الاحتمالات متاحه لان كل الفرق بتكسب بعض. صحيح. بس ان شاء الله ان شاء الله، يعني زي ما بقول لك ماتش النهارده كان مهم ان احنا نرجع فيه. الماتش في الاول الزمالك كان ماشي ايكوال معانا لحد ما الولاد ابتدوا الحمد لله يرجعوا يقفوا على رجلهم. طب الماتشين اللي فاضل لك يا كابتن امتى؟ بكره راحه ان شاء الله، وبعدين ماتش الاتحاد يوم الثلاث، ويوم الاربع ماتش الجديره ان شاء الله. ان شاء الله كابتن اسلام الكيلاني مدير فني فريق 16 سنه بالنادي الاهلي كره سله كل التوفيق، وبنشكر حضرتك على وجودك معانا في قناه النادي الاهلي.